دوالي الساقين من الأمراض الشهيرة التي تصيب النساء نتيجة تكرار الحمل والولادة والوقوف لفترات طويلة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، وقد تصيب المرأة بتورم في الساقين أو آلام أو ظهور أوردة ذات شكل غير صار بالنسبة للمريضة. في الفترة الحالية يتم علاج هذه الدوالي من خلال ثقوب الإبرة فقط، من خلال تقنيات عالية مثل التردد الحراري أو العلاج الكيميائي الميكانيكي أو من خلال إبر الرغوة. وفي جميع الحالات يتم استئصال الدوالي على كافة أنواعها سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة دون الحاجة إلى إجراء شق جراحي أو استخدام غرز جراحية، ويخرج المريض في نفس اليوم وتتحسن حالته بصورة طيبة جداً.